ليلة رائعة شهدتها العاصمة بيروت، ابتدأت مساء الأربعاء وامتدت لفجر الخميس، حيث ودع الشعب اللبناني العام 2014 بعدد من الحفلات الفنية اللي كانت منتشرة عبر كافة الأراضي اللبنانية، وأبرزها حفل موسيقى لبنان ملحم بركات بالريجنسي بالاس بأدما. أقوى حفلات العام نظمها متعهد النجوم ميشيل حايك، اللي قدم القيصر كاظم الساهر بحفلين، الأول بكازينو لبنان والثاني مع فارس الأغنية اللبنانية عاصي حلاني بأوتيل فينيسيا بيروت. فارس الأغنية العربية، نحن معك اليوم بين فينيسيا والهيلتون بحفلين حلوين كتير على رأس السنة، خبرني عنه. أول شيء بدي أقول إن شاء الله بنعاد على الجميع بصحة والسلامة، وهذا دليل إنه دليل إصرار الشعب اللبناني على الفرح وعلى استمرار الحفلات، ورغم كل التحديات والظروف الصعبة قررنا نكون بلبنان، ومش حفلة حفلتين، والحمد لله الحفلتين سولد اوت. بدي منك امنيه لعام 2015 على الصعيد الشخصي. الله يعطينا الصحه ويعطينا القوه لحتى نقدر نستمر، وعلى الصعيد العام بدي اقول الله يعيد الاستقرار والامن والسلام الى لبنان والى كل المنطقه العربيه. في البوم 2015 عم نحضر له، طبعا صار مسرب اغنيتين يعني مفروض يكون في ألبوم أكيد. أما النجمين نوال الزغبي وفارس كرم فاستقبلوا السنة الجديدة بحفلين رائعين بين أوتيل رويال دبي وكاستل ماري المنصف وتحت إدارة شركة روتانا. كيف رح تكون أجواء حفلتنا لليوم بعد دبي وهلأ بالكاستل ماري؟ روعة روعة. شو بدك تقولي لكل الناس؟ شو بدك تتمني لـ 2015؟ ينعاد عليكم بالخير والسلام والمحبة. أمنية 2015 سلام. بين الرويال دبي وبين ايضا كاستل ماري بجبيل، اليوم النجم فارس كرم عم بيحيي حفلين من اجمل حفلات ليله راس السنه بلبنان. بنقول لك اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. ينعاد عليكم بالخير والصحه والبركه يا رب. خبرني اول شيء كيف اجواء الحفلات ومبسوطين انك بلبنان السنه؟ الحمد لله الحفلات حلوه. هلا خلصت بالكاستل ماري وطالع اختم بالرويال، وان شاء الله كمان بيقولوا لي حفله كثير حلوه، ان شاء الله يا رب الحفلات كلها حلوه، الله يهدي بين الناس، وإن شاء الله العالم بتضل مبسوطة وتضل تسهر وتضل تفرح. شو بتتمنى لـ 2015؟ كل الخير لكل العالم، ينعاد عليك بإذن الله. في غنية حلوة كتير كتير يا ربي، الله يوفقنا. قلبك دايب دايب دام قلبي جن قلبي ناطر حتى يتوب ناطر انتي ولا قلبك دايب دايب دام قلبي جن هالدنيا هي أيضاً عاصي حلاني، يارا ونصيف زيتون ودعوا العام بفندق الهيلتون بيروت وبتنظيم خاص من شركة دبل ايت برودكشن. عيد عليك وعيد على كل مستمعين ومشاهدين أغاني إن شاء الله يا رب السنة الجديدة تكون خير وتكون أحسن من اللي قبلها. حفلة ولعانة تحت، الجو ولعان، الجو حلو، إن شاء الله يا رب هيك أقدر أكمل الجو أعمل
نفس الجو نولع أكثر وأكثر. شوي هيك في مسؤولية بالحفلة لأنه أنا مع اثنين كبار، مع أستاذين كبار، أستاذ عاصي وست يارا. إن شاء الله أكون قد الحمل قد محلي بالحفلة. كتير متحمس لأطلع، كتير متوتر شوي لأطلع، بس أنه مبسوط إن شاء الله يا رب هيك أعمل جو حلو وإن شاء الله نعمل حفلة حلو. النجمين نيكول سابا ومعين شريف اجتمعوا بالأثلال بلازا تبرجة، والأجواء كانت جميلة جدا، وخاصة بأنه نيكول مخلة بإطلالتها داخل لبنان. منتبع بتغطيتنا ومنوصل على الأثلال بلازا مع النجم نيكول سابا اللي السنة حبت تكون بلبنان بهذا العيد. بدي أقول لك أول شيء نعاد عليك وأهلا وسهلا فيك عبر أغاني أهل. بدي أعيد عليك في رأس اليوم، بسم الله عليك عريس طالع. وبدي أعيد مرسي، وبدي أعيد على كل المشاهدين وعلى كل العالم، يا رب إن شاء الله بال 2015 ما منلاقي إلا كل خير. كل واحد يعني عارف دائما نقول نفس الكلام، بس ان شاء الله كل واحد عن جد اللي شيء بيحس انه بأمس الحاجه له بيتحقق له بال15. خبريني قد ايه كانت حلوه اول شيء العام الماضي، كيف كان وشو هيك الحفل؟ كان عجقه الحمد لله اكيد، ونصه الثاني كان اعجق اكيد، ما بين سفر وما بين تصوير برا وما بين اغاني وحفل، يعني الحمد لله كان ضغط بس الحمد لله كان هذا كله لبعدين اكيد بتستثمره. مرسي لرامي قاضي هذا الفستان السبيسيال اللي عمل لي اليوم، خليني اقول له مرسي كثير. مرسي لويليام، مرسي لويليام، مرسي لرورو على الميك اب والشعر، بشكرهم وينعاد على الكاميرا.